صغيراتنا في الدكتور كيدز. دكتور كيدز على حياة طفل، زهرة الحياة. صباح الخير. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، الأطفال المميزين. حبيت نقول لكم في شهر رمضان، نقول للسادة المستمعين على راديو الحياة، إن شاء الله رمضانكم إن شاء الله رمضانكم مبروك يا ربي. كل عام وانتم حيين بخير. صايمين ولا فاترين؟ أيوة فاترين صايمين. تنعفوا أصدقائي ومنهم الصديقة ذي الجميل المزين عسلمة. عسلم. شن حوالك؟ لبيس. صفا. صبا. الحمد لله صبا. هو شو اسمك يا بطل انت؟ حيدر عوينات. اسمه حيدر عوينات. قديش عمرك يا حيدر؟ 5 سنين. معنى انت قوي وليت راجل كبير انت؟ ايه. اي قل لي تو السادة المستمعين يسمعوا فيك في الدكتور كيدز، والدكتور كيدز مش يشجع الاطفال، يشجعهم انهم يصيموا. انت صايم ولا؟ صايم في رمضان. ايوه صايم في رمضان. اي وقتاش بديت تصيم انت؟ قل. من رمضان. من رمضان هو بدأ، من رمضان هو صايم. وساعات نكلوا حاجة ميسالش؟ ميسالش. ومن بعد كملوا نصيموا هك؟ نصيموا الصباح. ومن بعد وقتاش نصيموا؟ نصيموا في الليل نحنا. لا ايوه في الليل. شنو نعملوا نحنا؟ ناكلوا. ناكلوا برشا ولا شوي؟ برشا وشوي. صحيت ناكلوا برشا وشوي ونشربوا الماء. اي انتي توا كياد الاذان يقول الله اكبر، ومش نمشي ونتعشى ومش بعد ما صمنا نهار كامل. شنو الحاجه اللي ناكلوها اول حاجه؟ ناكلوا اللحم وكل شيء، برشا حاجات ناكلوها. ناكلوا برشا حاجات. نحنا ننصحوا اصدقائنا نشربوا شربه ماء وناكلوا الدقله، خاطر الدقله باش تعطينا السكريات اللي ناقصهم للجسم اللي هو نهار كامل وهو صايم. هكا ولا هك؟ وما ناكلوش برشا واش هك. وانت تعاون ماما ولا بابا في الكوجين؟ ماما وبابا. تعاونهم انت؟ شنو فيش تعاونهم؟ قل في الكوجين. ايوا طيب انت ماكله؟ ترى من الاول ما طيب، من بعدها نهز لهم الخبز وكل شيء. ما شاء الله علي، ريت اذا يعاون ماما. نعطيه تسويق خاطر يعاون ماما، خاطر ماما تتعب وحدها في الكوجينة، وهو بش يغنيني غنية جميلة كيفو. هاي غني لي. هاي صباحكم الخير أطفال روزتي، صباحكم الخير أطفال روزتي، كم جميل أسعد الأيام، وكم سعيد أسعد الأيام، فقولوا جميعا أسعد الأيام، قولوا جميعا أسعد الأيام، فقولوا جميعا أسعد الأيام. يعطيك الصحة يا بطل يا دكتور يا جميل، أنت اللي ينصح في أصدقائه أنهم يصوموا. ونقول لكم توا إلى اللقاء، وشاهية طيبة. شاهية طيبة للجميع، وإلى اللقاء. دكتور كيدز. دكتور كيدز.